أهلا بكم من جديد. ثلاث قضايا داخلية تتصل بالخارج أو ثلاث قضايا خارجية تتصل بالداخل. عقبات أمام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا. أيضا لماذا طلبت المخابرات الأمريكية من الرئيس حسني مبارك أن يتنحى في أول فبراير وليس فيما بعد؟ يضاف لذلك موضوع عن وثائق بن لادن التي عثرت عليها القوة التي قتلت بن لادن في مقر إقامته في قبل اغتياله. ثلاث قضايا هتتكلم معايا فيهم زميلتي محرر الشؤون الخارجية في قناة النهار أو في آخر النهار مي سمير. أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذ. إيه العقبات اللي الرئيس السيسي متوقع أنها تقابله في ألمانيا؟ أنا متوقع أول حاجة أن في منظمة NGO أو منظمة أهلية أغلقت أيام القضية الشهيرة، أغلقتها فايزة بنجا عندما كانت وزير للتعاون الدولي مع بقية المنظمات الدولية، منظمة كونراد أيدنور، ودي منظمة أهلية موجودة في مصر من سنين طويلة، وهذه المنظمة تتبع حزب ميركل نفسها، وأعتقد أنها من الحاجات اللي هتفتح بين ميركل والرئيس السيسي. إيه تاني؟ أكيد تواجد جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بقوة وعمق في ألمانيا. الحقيقة أن ألمانيا هي القاعدة الرئيسية للتنظيم الدولي في أوروبا كلها، إلى جانب كده قيادات التنظيم الدولي في ألمانيا تجمعهم علاقات شديدة العمق بالتيار الإسلامي وبالإخوان في تركيا. الحقيقة أن القيادي الإخواني الألماني المصري الأصل إبراهيم الزيات واللي اتحكم عليه في 2006 في مصر بتهمة تمويل الإرهاب وأفرج عنه الرئيس السابق الأسبق محمد مرسي بمجرد وصوله في الحكم، هو الحقيقة واحد من أهم القيادات الإخوانية. هو زوج صبيحة أربكان، ابنة شقيق نجم الدين أربكان، يعني في نسب في نسب، وشريك أخوها في العديد من المشاريع التجارية. فالحقيقة أنه في علاقات وثيقة ما بين الإخوان في ألمانيا والإخوان في تركيا. ده بالإضافة لوجود 5 مليون تركي بيحملون الجنسية الألمانية وبحسب مؤثرين في البرلمان. حسب المخابرات الألمانية في تقرير لها أخير، هناك 1300 قيادي إخواني في التنظيم الدولي موجود في ألمانيا. هؤلاء بيمارسوا نفوذ واسع وكبير على الجالية المسلمة في ألمانيا، وبالتحديد في منطقة أو مدينة كولونيا اللي بيتواجد فيها الأغلبية التركية. وتأسس التنظيم الدولي هناك. اتأسس التنظيم الدولي بعد سنة 54 في الهجرة الأولى. والحقيقة أنه يعني شديد القوة وعلاقاته شديدة العمق، مش بس بالأتراك، مش بس بالتيار الإسلامي في تركيا اللي طبعا بيتحرك من أجل الضغط في ألمانيا ضد النظام المصري ومؤسسة الرئاسة، لكن كمان الحقيقة أنه بيمارس نفوذ واسع على كل المسلمين في الدولة الأوروبية في أوروبا. مايكل موريل كان وكيل وكالة المخابرات الأمريكية لمدة 33 سنة، وأحيانا كان رئيس في الفترات اللي بيحصل فيها تغيير للقيادات كان بيبقى تولى الرئيس بالنيابة نفسها. قال انه في رجل اعمال مصري كان وسيط بينه وبين عمر سليمان، وان هم طلبوا من وصلوا رساله لعمر سليمان يوصلها لمبارك انه عليه ان يسمع صوره الاحتجاجات الشعبيه. صحيح. وانه يستقيل في اول فبراير، ولكن هذا لم يحدث. ايه القصه؟ الحقيقه انه بحسب روايه مايكل مغال في كتابه الحرب العظمى في زماننا، انه يقصد بيها الحرب الارهاب. حرب الارهاب، وهو بالتحديد حتى في بدايه الفصل اللي تحدث فيه عن الثوره المصريه سمى الفصل ربيع القاعده، وقال ان هو لم يكن سوف يتطرق للحديث عن ثورات الربيع العربي الا ان الثورات ادت الى ازدهار التنظيمات. شتاء عربي. بالظبط، شتاء عربي وربيع للتنظيمات الارهابيه. صحيح. وهو ده اللي خلاه تطرق للحديث عما حدث أثناء الربيع العربي، وهو بحسب الرواية بتاعته عن طريق وسيط لرجل أعمال صديق لعمر سليمان تم الاتصال بمايكل موريل من أجل فتح قنوات الاتصال السرية ما بين عمر سليمان وما بين المخابرات الأمريكية والإدارة الأمريكية. وهو حتى نفسه اعتبر أنه الاعتماد على وسيط من أجل فتح قنوات الاتصال مع رجل بحجم عمر سليمان، رجل مخابرات المفروض، رجل مخابرات شديد الأهمية بشهادة
يتمرن وقادر على انه يرفع السماعه ويتصل بشكل مباشر. بس هو كان في الفتره دي على عكس ما هو تحليل مارل غلط، لانه لم يكن اياميها مديرا للمخابرات العامه ولكن كان نائبا للرئيس. صحيح. واتصاله بالمخابرات يثير القلق. هو في النهايه هو بيقدم وجهه نظر وتحليله، قد يكون صحيح قد يكون خطا. هو اعتبر انه اتصاله بشكل سري هو رغبه منه في ابعاد نفسه، رغبه من عمر سليمان في ابعاد نفسه عن النظام المصري وان هو يحصل على دور اكبر فيما بعد ما يحدث في مصر. ده تحليل مايكل مارل. ممكن يكون انا مثلا رايي الشخصي انه كان رغبه من عمر سليمان انه يكتشف الوجه الحقيقي للاداره الامريكيه وماذا تريد ان تفعل امريكا من خلال اعطائهم انطباع انه بيتصل بيهم بشكل سري ومش بشكل رسمي او بشكل مباشر. بالظبط كده. يعني هو في النهايه بيقدم وجهه نظره لما حدث، وما حدث ليه اكتر من وجه واكتر من صوره. فالحقيقه انه مايكل مارل اعتبر ده فرصه ليه بالنسبه للاداره الامريكيه، وبالفعل تواصل مع مدير المخابرات ومع الاداره الامريكيه في البيت الابيض اللي وافقوا على فتح قنوات الاتصال مع عمر سليمان. ان عمر سليمان قال له في اول الاتصال ان هو عايز اول حاجه انه يحقق الاستقرار لمصر، انه يحصل على مساعده امريكيه من اجل تحقيق هذا الاستقرار، وفي نفس الوقت يعرف راي امريكا، هي امريكا عايزه ايه وايه وجهه نظرها من تطور الاحداث. وشهدت امريكا كانت مشكلتها هنا انها كانت عايزه تضحي بمبارك، ولكن في نفس الوقت كان مبارك بالنسبه لها يعني حليف استراتيجي. وهو حتى مايكل مارل بيعترف ان هو ما بعد سقوط نظام مبارك قام برحله في الشرق الاوسط، وكان السؤال ده ازاي تتخلوا بالظبط وباي سرعه هتتخلوا عننا يعني. فهو حتى نفسه بيعترف ان القرار بالتخلي عن، بس عايز اقول لك ان ده طبيعه الامريكان طبعا، عندما يعني المصالح الامريكيه هي اللي بتحكم. ما عندهمش عواطف بالظبط كده، يعني عملوا كده مع شهر ايران وعملوا وما عندهمش كمان يا استاذ عادل فكره ان هم يقفوا مع المبادئ. ما فيش عواطف وما فيش مبادئ، في مصالح فقط هي اللي بتحكم الخارجيه الامريكيه وبتدير علاقتها مع بقيه الدول. سقط العميل بالنسبه لهم او الحليف بالنسبه لهم اللي بالظبط كده بالظبط. والحقيقه ان هو حتى مايكل مارل يعني بيعترف ان هو كان لم يكن قرار سهل برضو على الاداره الامريكيه. الاداره الامريكيه قعدت فتره بتفكر هي هتاخد انهي، لكن اوباما انحاز للشعب المصري في النهايه، ولكن طبعا الانحياز ادى بنا الى وصول الاخوان المسلمين يعني. صحيح. وهو بيقدم شهاده برضو شديده السلبيه على حكم الاخوان المسلمين. أيوة. وبيأكد انه حتى انه وصول الاخوان حتى لو كانوا جايين بانتخاب الا ان كانت هناك حكومه سيئه. صحيح. أسوأ من الحكومه التي صحيح. تاتي بالقسوه او بالعنف يعني. وفي اطار ان الكتاب بيركز على فكره الحرب على الارهاب، اعتبر ان يعني فتره حكم محمد مرسي كانت عملت خميره للارهابيين في مصر، وعملت استقرار وقوه في سيناء بالذات يعني. وهو حتى قال نصا لم تكن هناك اراده سياسيه لمحاربه الارهاب، كان هناك رغبه امنيه. المؤسسات الامنيه في مصر كان عندها اليات محاربه الارهاب وكان عندها رغبه، بس حسوا ان الرئيس فكسله زي ما قال مارل. اصل في النهايه الاراده السياسيه هي اللي بتحرك كافه صحيح. المؤسسات بما في ذلك المؤسسه الامنيه. فلو ما فيش اراده سياسيه مش هيبقى في فعل حقيقي على ارض الواقع. طيب على كل حال انا في الحقيقه يعني كنت قريب من عمر سليمان، وعندي شاهد على حوار جرى بيني وبين عمر سليمان، هو زوج ابنته السيد عبد الحميد حمدي، ابن الشهيد عبد الحميد حمدي. والحقيقه ان هذه الشهاده يعني انا لسه ما وثقتهاش حوالين ما جرى بين شاهد او رجل اعمال وبين عمر سليمان. يمكن ناخد وقت لغايه ما نحققها، ونبقى عندنا فرصه قادمه ان احنا نشرح مين هو رجل اعمال، كان له استثمارات في مصر ولا ملوش استثمارات في مصر، شاب ولا كبير، بيحب مصر ولا بيكره مصر، هل كان ده بسرعه يعني وساطة مباشرة مع عمر سليمان، ولا كان هناك وسيط بينه وبين عمر سليمان. يعني هو كان وسيط بينه وبين الأمريكان، وكان في هناك وسيط أيضا مصري بينه وبين عمر سليمان، ولم يكن اتصال بينه وبين عمر سليمان. دي شهادة الهالي عمر سليمان، ويمكن هنقدر نحققها فيما بعد. فاضل عندنا الوثائق الرهيبة اللي قدر الأمريكان يحصلوا عليها من مقر اعتقال أسامة بن لادن، أو مقر قتل أسامة بن لادن.
الحقيقة ان الوثائق دي شديدة الطرافة، انا في رأيي طرافة وشديدة الاختلاف، انها بتقدم وجه مختلف لأسامة بن لادن. انا في رأيي ان الوثائق بتؤكد ان أسامة بن لادن كان رجل شديد الرومانسية، وانعكست رومانسيته مش بس في علاقته بزوجاته، لا كمان في علاقته بأبنائه. حتى أبنائه هم كمان شديد الرومانسية في التعامل مع زوجاتهم ومع عائلتهم. هذا وجه يعني انا اعتقد هيحتاج دراسة وتحليل، ازاي زعيم تنظيم القاعدة بهذه الرومانسية. والحقيقة انه من اهم الوثائق اللي تضمنتها وثائق أسامة بن لادن الرسالة اللي ارسلها ابنه سعد لزوجته، والحقيقة كل الصحافة الأجنبية توقفت امامها لما تحملها من يعني من رومانسية ومشاعر جميلة تجاه زوجته، وازاي ان هو بيأكد ان هي حبيبته، وان هو عايش على ذكرياته معاها، وان هو مش لا يمكن يتجوز يعني واحدة. بتعرف تتكلم عن الحب يعني ولا بس مش يعني تعبر جدا يعني وده حاجة مثيرة يعني. هو في نفس حتى سعد نفسه كان متواجد في أفغانستان بيشارك في العمليات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية، وفي نفس الوقت بيبعت هذه الرسالة شديدة الرومانسية. الوجه الآخر اللي بتأكد عليه هذه الوثائق إن الحقيقة أسامة بن لادن كان بيتعامل مع تنظيم القاعدة باعتباره مؤسسة، باعتباره شركة، باعتباره يعني كيان اقتصادي بيتم إدارته زي أي كيان اقتصادي. يعني كتير من الوثائق اللي تم الكشف عنها بيناقش فيها أسامة بن لادن أساليب الترقية للعملاء المختلفين، عمل تنظيم يعني دولي، وكمان حتى في استمارة للانضمام لتنظيم القاعدة. يعني استمارة حاجات معلومات جديدة في الموضوع، استمارة فيها أن أنت تقول اسمك ولقبك وحالتك الحالة الاجتماعية والشهادة اللي حصلت عليها، إلى جانب طبعا أسئلة أن إذا كنت مستعد أن أنت تقوم بعمل انتحاري، ومين يتم الاتصال به في حالة استشهادك. فالحقيقة أنه هو كان بيتعامل مع التنظيم باعتباره منظمة اقتصادية وكيان عسكري منظم، وحتى كمان هو كمان كان بيدعو انه يتم ارسال عملاء من تنظيم القاعدة لدراسة الاقتصاد والادب والادارة، كان بيأسس لدولة، كان بيأسس لدولة. مي انا بشكرك شكرا جزيلا على الثلاث قضايا المهمين دولة، وبعد الفاصل هقابل وزير التموين، هنلتقي بحوار زي ما قلت لحضراتكم عن رمضان، ولكن دلوقتي خلينا نقدم تقرير مهم جدا بيتكلم فيه الدكتور صفوة النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، بيتكلم فيه عن قانون الخدمة المدنية الجديد. الحقيقة القانون ده أقر في 12 مارس سنة 2015، ولكن اللائحة التنفيذية بتاعته لم تصدر حتى الآن. في كلام كتير جدا عن القانون ده يعني نشوفه، وبعدين نطلع فاصل، وبعد الفاصل نلتقي مع وزير التموين.